تقدر تلوم على شريف اكرامي او على كابتن اكرامي الكبير؟ هل كان ممكن يغيروا مسار القرار بتاع رمضان، ولا في الاخر هي اختيار شخصي او قرار شخصي ما يقدرش حد يتدخل فيه قوي؟ بص، انا اتوقع ان كابتن اكرامي وان شريف هما العقل المفكر لرمضان، يعني هما لان اكيد رمضان لو تسمع كلام رمضان، وان رمضان ملوش حد بيتكلم معاه او حد قريب منه او محتاج لفكر ان حد يفكر له، اكيد رجع لشريف واكيد رجع لكابتن اكرامي. وهي حسابات ممكن هم يكونوا اكدوا له ان هو يروح بيراميدز، يعني هو كان ميال، لكن قرارهم لازم ياخد قرار نهائي. قرار نهائي ده مش هياخده لوحده، فاهم؟ مستحيل. فاكيد ليهم دور. تقدر تلومهم؟ يعني بيعتبر ان انت نجم النادي وكبير وحاجات ورمز ومتاع والحاجات دي كلها، وخليت اللعيب يختار نادي غير النادي، ولا في الاخر هو بص لها بصه تانية؟ ابني وبشوف له مصلحته انه يبقى فلوسه اكتر. يعني تقدر ايه يعني؟ انا مش عارف. ابقى صريح وواضح معاك في الموضوع ده. يا ريت. بعض اللعيبه من النادي الاهلي الكبار اللي ليهم اسماء، من ضمنهم شريف اكرامي، ممكن يكونوا واخدين على خاطرهم او زعلانين من مجلس اداره النادي الاهلي عشان الحوار حسام، عشان ولا عامه. بص، بتتكلم في حسام غالي متعب، فضل، بتتكلم في شريف اكرامي، بتتكلم في حسام عاشور، مع احترامي لاي لعيب تاني، لا، هيتقال له فكر في مصلحتك. فكر في مصلحتك. شريف برضو ما هو مش هيقدر يطلع يقول الكلام اللي انا هقوله لك، لكن اكيد اللعيبه دي قد يكون زعلانين او من اللي حصل معاهم داخل النادي. خافوا يعني؟ قصدك خافوا من اللي حصل للامثله السابقه؟ اكيد. ما هو اكيد اكيد لما انا بشوف كادر مثلا او لعيب كبير داخل النادي الاهلي بتبقى مثلا نهايته كده، او بيحصل معاه المواقف دي، اكيد لازم شوية. افكر في نفسه. وخصوصا انا بقول لك لما بيتكلم مع شريف او بيتكلم مع حد لامس للقصه دي، فاكيد هيتقال له لا، فكر في نفسك، فكر في مصلحتك. وانا بقول لك ان اكيد ان هو اتخذ برايه في الكلام دوت، وخلاص وثق الكلام. يعني يقدروا يعلنوا يعني كابتن اكرامي او شريف؟ لا، ما انا بقول لك ما حدش يقدر يطلع يقول مثلا الكلام ده، لان الكلام ده احنا اتعودنا داخل النادي الاهلي مهما يحصل معانا ما نقدرش نقول مثلا ان في مشكله، او مش بتطلع ما نقدرش في العلن يعني. عمرها ما بتطلع للاعلام او اي حاجه مشكله داخل البيت، فبتبقى مقفول عليها. صح. وده سر نجاح النادي الاهلي ده. صح. ده مش حاجه مش كويسه. لا صح، ده بالعكس، ده هو ده الصح، ده سر نجاح النادي الاهلي. مهما كان بيحصل مشاكل حتى بينا كلنا كلعيبه بالجهاز في مجلس اداره، ما كانتش معلومه بتطلع بره، وده بحاجات كانت بتحصل قدامي. حتى لما كان الكابتن حسام بدري مدير كوره، كان قادر ان هو يسيطر على القصه دي بشكل كبير يعني.